لن أقبل بمساحة أقل من مساحة صالح في الأعمال القادمة. لا هي أنا من أول ما هو الصالح بهذا رأي أستاذ محمد؟ هو رأي صالح بس أنا الحقيقة ستي ناس أنا يهمني الشخصية شنو اللي أقدم بيها، وعندي تجارب كثيرة أنا يعني أنا قلت أمثل مشهد واحد. إيه أنت ممثل من الناس اللي تؤمن بي يعني وبصدق أنا متبني إنه ماكو يعني دور كبير دور، أكو ممثل كبير ومثل وعندي تجارب كثيرة بتواضع، بس أنا أنتظر شنو الدور اللي يقدمني بشيء آخر بموضوع أخرى برسالة أخرى، فمو مهم 30 حلقة 20 حلقة 10 حلقات، بس إنه إيش أقدم بي. وأنا الحقيقة يهمني أقدم أداء مختلف، أرد أقول أنا إيه، أرد أقول أنا ممثل جيد، أنا عندي قدرة أن أتلون، أنا عندي قدرة أن ألعب كل الشخصيات. هذه الحقيقة هامني أكثر من مساحة الدور. هذا يرجعني على الفقرة الأولى، من تحدثنا عن مسلسل أو شخصيتك أبو طيبة. نعم. شنو الفرق اللي صار إنه أنت مساحتك هنا ما كنت ماخذها أو استحقاقك ما كان؟ لا تصير ظروف إنتاجية كذا، هو مع العلم هو أنا نفس المجموعة ونفس الإنتاج ونفس الإخراج، وأيضا في طيبة ما كان هو البطل المطلق، بس أخذت جائزة أفضل ممثل في يعني في استفتاءين أو في كذا، أخذت أفضل ممثل بمسلسل طيبة محمود أبو طيبة، وأيضا من الشخصيات اللي أحبها جدا لأن كانت شخصية إنسانية، شخصية بعدها هم بعدها كذا، فاشتغلت عليها. ما يهمني المساحة بقدر ما يهمني الدور وشقدم بي من أداء من فكر من كذا. وأنا أعرفك أنه هذه مدرستنا واحدة. نعم. حتى وأنت مو بعدد المشاهد. لا أبدا، وأيضا تحدث معك في الفندق كانت مو دور رئيسي لكن بالهروب كذلك، بالهروب دور رئيسي لكن مو كل المشاهد بالهروب. في منا وباشا تتذكرين يمكن عن 36 مشهد، في سبايكر مشهد وانا طلبت أؤدي مشهد واحد، انا طلبت قلت لهم انا اشتغل مشهد واحد فقط، في اعماق الازقه الجزء الاول شخصيه ناظم قزار العمل 30 حلقه ومشهدين، والحقيقه كانوا محتارين وقلت لهم انا امثله. هسه بعد هاي النجاحات راح تقبل تطلع بحلقه وحلقتين؟ اعترف. لا شوف أنا فنان حتى يسمعون المنتجين. لا يعني أكيد هم ما يقبلون أطلع بحلقة وحلقتين، لكنه إحنا قلنا الأول أريد دعم للدراما، ندعم وندعم فنانيننا يعني بالتالي ممثل واعي وندعم ندعم يعني، فأنت نجومنا يعني الآن المرحلة تحمل مسؤولية. نعم مو بس أنا، كثير من جيلنا الآن هم المتصدر الحقيقة، فلازم ينكتب لهم أعمال، يعني لكل فنان لكل فنان ينكتب لهم أعمال ويسوق وينطوا يعني أيضا ينطوا أجر زين وينطوا مساحة زينة. بما أنه أسست ثقة نعم. مطلقة عند المتلقي فالناس نعم. راح تشوف محمد هاشم بهذا العمل أكيد راح تكون يعني بسلاسة، راح تيجي تتابعك وتشوفك وتؤمن وتثق أنه أنت راح تقدم لهم شيء صح. إن شاء الله.